السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بناء على طلب أحد الأصدقاء، اليوم سأقدم لكم طريقة تثبيت Pro Evolution Saucer 2012. أولا وقبل كل شيء، أدعوكم إلى الالتحاق بصفحتي على الفيسبوك وأيضا متابعة قناتي على اليوتيوب. ننطلق في الشرح. سأضع لكم روابط تحميل أسفل الفيديو كما ترون هنا. هذان الملفان هما ملفات داتا الخاصة بالبرو، سنقوم بتحديدهما معا ثم استخراج هنا. ننتظر الاستخراج إلى أن يتم. ثم يظهر لنا كما ترون في الشاشة هذا الملف. هذا الملف سنقوم بأخذه مع ملف اللعبة إلى الهاتف. نقوم بنسخه ثم نذهب إلى الهاتف ثم نضعه في الـ SD كارد. أنا سبق وقمت بهذه العملية، ذلك سأنطلق إلى الشرح من الهاتف الآن. الآن أصدقائي، وبعد نقل الملفين إلى الهاتف سننطلق إلى نقلهما، عفوا بعد نقلهما إلى الـ SD كارد سنقوم بنقلهما إلى ذاكرة الهاتف. نقوم بالإشارة على الملف كوم كونامي بيس 2012، ثم كوبي، ثم ديفايس ستوراج اندرويد او بي بي، ثم باستي. الان وبعد نقل الملف نذهب الى ملف اللعبة لتثبيته كما ترون هنا، ثم انستال. فحجمها 4 ميجا بايت تقريبا. الآن نضغط على دون ثم نذهب إلى أيقونتها ونضغط عليها. ولكن قبل كل شيء، هناك خطوة مهمة يجب عليك القيام بها. يجب أن تتوفر على إشارة ويفي. اذهب إلى مقهى أو إذا كنت تملك الويفي في منزلك. الآن سأفعل الويفي. كما ترون أنا حصلت على إشارة هنا. ثم ندخل إلى اللعبة، لأنه أمر ضروري جدا في أول مرة يجب أن تدخل إلى اللعبة، يجب أن تتوفر على إشارة الويفي. ثم ننتظر أن تتم هذه العملية، عملية ها قد بدأت اللعبة. الآن نضغط نكس. الآن أنصحكم أصدقائي بهذه الإعدادات، نذهب إلى كاميرا ثم نغيرها إلى فار أي بعيد لكي تشاهد الملعب بشكل أوضح. وهنا أيضا تغير اللوفيل الذي تريد أن تلعب به. نظرا لكونكم أول من يجرب اللعبة، فأنا أتخذ الوضع سهل. إن كنت محترف فيها فاختر بروفيسيونال. الآن نضغط على أوكي ثم نقوم بتجريب اللعبة. نختار الفريق المفضل لدينا. أنا سأختار البارسا.
ثم نيكس، ثم نختار الفريق الذي تريد أن تلعب ضده. عدو اللدود الريال، ثم نيكس. نختار توني الذي سيلعب به الخصم، ثم نيكس. وهنا كم من الوقت؟ لأنني أشرح سأختار 3 دقائق، ثم الشمس، ثم الليل، عفواً هنا الصيف، وهنا الليل. هنا كما قلت سابقاً تختار لوفي الذي تلعب، ثم نيكس. نظرا الى تاريخ اللعبة 2012، لكن هذه اللعبة ما يميزها انها ربما طبق عليها احد الاشخاص باتش او شيء من هذا القبيل، فانها تضم احد لاعبين كنيمار واليكسيس، لاعبين الجدد الذين انتقلوا الى البارسا. انا سألعب بدون خطة، ماتش ستار بعد انتظار اللودين. نضغط على الشاشة مرتين، ثم الآن نلعب. بي تطلق الباس وتتبع اللاعب أيضا. يا إلهي، ثم إذا أردت أن تسرع فيجب أن تدفع الأنالوج إلى الأمام بحد أقصى. حسنا، كما قلت به للتمريرات و للتسديدات. شيل الهدف التعليق خسرت مسك والهدف. أتمنى أن تعجبكم الحلقة، وأتمنى أيضا أن تعجبكم اللعبة. أرجو أن تضغطوا لايك للفيديو وتعليق تحفيزي، ووداعا في حلقة قادمة.